يا ترى ايه اللي ممكن يحصل لديون مصر لو الدولار وصل سعره في البنوك ل 38 جنيه زي ما بيتم تداوله في السوق السوداء؟ ونسبة الديون من الناتج المحلي هتكون كام؟ وهل في تخفيض قريب لقيمة الجنيه ولا لا؟ ولو مفيش، طب مصر هتسد الفجوة التمويلية اللي عندها منين؟ بانكير نبض البنوك. كل الأسئلة اللي فاتت وغيرها كمان حاول بنك ستاندرد تشارترد اللي مقره بريطانيا الإجابة عليها، وتحديد حجم تأثر ديون مصر في كل ارتفاع لسعر الدولار. البنك البريطاني أكد أن حوالي ثلث ديون مصر مقوم بالعملات الأجنبية، وقال أن أي تحرك إضافي في الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري هيرفع نسبة الدين من إجمالي الناتج المحلي. البنك كشف في تقرير ليه بعنوان مصر الساعة تدق إن ارتفاع قيمة الدولار لحوالي 38 جنيه زي ما بيتم تداوله في السوق الموازية هيدفع الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لفوق 100% بحلول نهاية يونيو 2023. وارتفعت الديون الخارجية على مصر بنسبة 5.2% خلال الربع الأخير من 2022 لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر وفقاً لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية. ووصل عبء الدين ل 91.6% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2022 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي. وبحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، من المتوقع ارتفاع نسبة مديونية أجهزة الموازنة في نهاية يونيو 2023 إلى حوالي 96% من الناتج المحلي. وأدت عودة مصر لاتباع سعر صرف مرن بعد توقفه على مدار 2020 و2021 لهبوط كبير للجنيه من مارس 2022، وبناء على اللي حصل ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه بنحو 96% من مستوى 15 جنيه 76 قرش في مارس 2022 ل 30 جنيه 94 قرش في تعاملات البنوك النهارده وفقا لبيانات البنك المركزي. وأكد تقرير ستاندرد تشارترد إن مزيج ارتفاع معدل التضخم وضعف العملة وارتفاع الفايدة عالمياً أثر بشدة على مصر، وقال إنه المتوقع إن نسبة تكاليف الفايدة إلى الإيرادات تتجاوز 50% في 2024. والبنك البريطاني أكد في تقريره إنه على الرغم من إن الانضباط المالي اللي بيبقي العجز تحت السيطرة، لكن التحديات بتزيد أمام قدرة مصر على تحمل الديون في ظل ارتفاع تكلفتها عالمية من بعد الحرب الروسية الأوكرانية. أنا أشرف أشرف وإلى اللقاء. بانكير نبض البنوك.